مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. بعض الأحيان يوقف عندك الهاتف فتحتاج أنه تشغيل إجباري. هاليوم راح نحكي على هاتف آيفون 12، وهاي هدية لابن خال اللي عايش بالسعودية، اللي قبل كم يوم طفى الهاتف مالته وخلاه إلى الصبح، يلا خلص الشحن يلا رجع اشتغل. إن شاء الله كل السهلة. بس قبل ما أعلمكم راح أعلمكم إذا أخذت صورة تصوير للشاشة، اوكي هاي الصوره احتجت انه ترسم عليها مربع او دائره، من هنا تقدر تغير الالوان، ومن هنا تقدر تغير القلم الكبر مالته. وخلونا نروح هسه، اذا رسمنا هذا المثلث وتبقي ايدك راح يصير مثلث عدل، اذا تريد دائره تبقى ايدك على الدائره راح تصير دائره، لو ردت مربع صار مربع، ولو ردت سهم من هنا صار سهم. لو حبيت اي غلط طلع تقدر من هنا ترجعه، اوكي تقدر ترجعه، والالوان تقدر من هنا، والقياسات كلها من هنا تقدر تتحكم بها. فهسه نرجع على الشغله مالتنا، انه الهاتف عندك توقف وتريد تعيد تشغيله، فعندك زر التشغيل وعندك زر الصوت العالي وزر الصوت الناصي، فتضغط هذولا سوى اثنينهم راح تظهر عندك هاي الشاشه، فتمرير لإيقاف التشغيل رأسا يرجع يشتغل. لو أيضا غلطت فحتى ويا الناصي ويشتغل، هذه نفسها موجودة أيضا بس تطفي ويرجع يشتغل. هذا الآيفون 12 نفس الآيفون 8، ما يختلف أي شيء عنه إعادة التشغيل. فهذا إعادة تشغيل إجباري موجودة، لأنك مرات يوقف الآيفون أو يجمد فتحتاج إعادة تشغيل إجباري، خصوصا إذا قبطت الذاكرة. فهذا هو شغلتنا، إن شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس، وأي رسالة اكتبوا لي إياها بالرسائل أرجع أرد عليها، أي مشكلة بالآيفون إن شاء الله، أي سؤال عن برلين إحنا نكون حاضرين. شكرا للجميع، مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة.